نحن يعني نشاهد الآن أو نعم هذه الصور المباشرة إذن للمبنى الذي تم استهدافه في الغبيري في الضاحية الجنوبية. الإعلام الإسرائيلي إذن كان قد ذكر أنه استهدف قائد منظومة الصواريخ في حزب الله بغارة على الضاحية. الإعلام الإسرائيلي أيضا كان قد قال إن هدف هذا الاغتيال هو أبو جواد حركي قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله. بطبيعة الحال ذلك يأتي متعارضا مع يعني التصريحات التي خرجت بها تقارير إسرائيلية وقالت إن طلال حمية هو الشخصية المستهدفة. طلال حمية هذه الشخصية القيادية في حزب الله الذي خدم موظفا في مطار بيروت في 82. أيضا قالت التقارير إنه مسؤول عن تفجيرات بوينس آيرس في أرجنتين في 92. وكذلك أيضا كان قد أدرج في 2012 ضمن قوائم العقوبات وذلك على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية. أعود الآن إلى هبة مصالحة مرة أخرى. هبة، في تفاصيل أخرى عن طبيعة وهوية هذه الشخصية؟ كل ما تم الإفصاح عنه حتى الآن بأنه هو أبو جواد حركة قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله، ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟ وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش غير متأكد من نجاح هذه العملية، هي محاولة لاستهداف القائد الوحدة الصاروخية لحزب الله، ولكن إذاعة الجيش الآن بعواجل لها تقول أن الجيش الإسرائيلي لا يوجد لديه تأكيدات ما إذا كانت هذه العملية الاغتيال قد نجحت. أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الاغتيال نفذ بطائرة F-35 وهي نفس الطائرة التي قامت بمحاولة لعملية اغتيال محمد الضيف ومروان عيسى في غزة وفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية.